على دقة قلبك. وبترد الروح. راديو أوريان. إعداد وتقديم هادي أحمد. موسيقى خالد قطرميز. إنتاج راديو أورينت 2016. مرحبا مستمعين. هل كانت البيئة التركية خصبة لاحتضان الانقلابات؟ حرب تموز، حزب الله، وخطف لبنان، التنسيق الروسي الأمريكي والخطابة. طبعا عنوان حلقتنا لليوم روسيا وحلم الشرق الأوسط، ونبتدي بأول مقال بحلقة اليوم، مقال للكاتب زياد الدريس بصحيفة الحياة اللندنية بعنوان الانقلاب التركي بين العرب والغرب. بيقول الكاتب بالمقال: من المتعذر الحكم من الآن على مجريات ومآلات المشهد التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، إذ ما زالت أعراض المحاولة متغلغلة في الجسد التركي الذي يقاوم بضراوة بضراوة الاستسلام لها. لكن ما اللافت أن بعض المحللين قد صنف ما يجري في تركيا بأنه مشهد جديد من ملامح الربيع العربي الذي يلف ويعبث بالمنطقة منذ نهاية العام 2010، على ما استند تصنيف شأن تركي ضمن ملف عربي. هل الجوار الجغرافي هو الدافع لذلك؟ أم أنه المشترك الديني الإسلامي بين تركيا والعالم العربي؟ حسنا، هل لو جرت محاولة الانقلاب مماثلة أيضا في إيران المجاور أيضا، سيدرج ما يجري فيها ضمن ملف الربيع العربي؟ طبعا بلفت أو الكاتب عم بيحاول يلفت لشيء معين، اللي هو خلينا نكون نوعا ما منصفين. نعم. لكن الشيء اللي غيرني شوي بهي الفقرة أثناء قراءتها، بيعتقد الكاتب بأنه بعام 2010، أو بيقول لك أنه المشهد الآن في تركيا يشابه ملامح الربيع اللي يلف ويعبث بالمنطقة منذ نهاية عام 2010. يعني التشبيهات ما بنعرف ليش انطلقوا منها. البعض بيقول أو يقول أنه ربما المشترك إسلامي، وربما المشترك هو جغرافي. بس إذا كان بالضبط حتى ما طرح، طيب ليش هالمحاولة هي ما جرت بإيران؟ يعني تختلف اللي صار بتركيا ليس ربيعا، لأنه دليل أنه الشعب نزل، ما نزل والله ما بده الحكومة، أو ما بده اللي صار بتركيا. بالعكس، يعني إذا بدنا نحكي عن موضوع التشبيه، اللي صار بالربيع العربي هو شعب ثار على حكامه، أما بتركيا اللي هو جيش طلع وحاول ينقلب على الحاكم بطريقة يعني عسكرية، بطريقة يعني رفع السلاح يعني. ايه، ورفع السلاح، هو رفع السلاح على الشعب. فهي التشبيه هون يعني يمكن واضح هو التشبيه، بس برأيي انه هو مانو بليغ، بانه انت شبهت يعني المحللين هدول يشبهوا اللي صار بتركيا بربيع عربي، حتى ولو كان انه يعني في يعني تشابه جغرافي وديني. يعني بيقول الكاتب، بيقول انه هناك اسئله مشابهه يمكن ان تتفرع عنها ستفتح لنا قوه على سؤال جوهري: هل ما يجري في المنطقة خلال السنوات القليلة الماضية هو ربيع عربي حقا، أم أنه ربيع أوسطي يمهد لصنع الشرق الأوسط الجديد؟ سؤال حلو. لا نتكلم
هنا عن نظرية مؤامرة، بل عن عملية سياسية استراتيجية معلنة منذ الثمانينات ومدونة في وثائق ومحاضر وخرائط لم تعد سرية. يعني السؤال جميل هون بأنه هل الثورات العربية هي من يعني اللي اختلق الشعوب العربية مثل ما بنشوف نحن على الساحة، أم هي كانت يعني اختلاق خارجي يعني خلقت بملفات مثل ما عم يحكي من الثمانينات ونفذت بالوقت الحالي؟ يعني السؤال في كتير أشخاص ممكن بيجاوبوا عليه بطريقة بأنه يعني اللي صار بأنه حتى ولو طلعت هاي الثورات العربية من الشعب وتفاجأ فيها الغرب، هو حاول أنه دغري مباشرة بعد هاي الثورات ما نجحت، حاول مثل ما بنحكي باللهجة العامية ياخد الحافلة صوبه دغري مباشرة. وفي عالم تانيين بيجوا بيقولوا لك أنه لا، هي الثورات طلعت بسبب الغرب، هو كان مخطط له من فترة طويلة وصل له سنين عم بيخطط لهذا الموضوع لحتى يقسم المنطقة ويرجع يساوي سايكس بيكو تانية بهي المنطقة، ولقى هي الطريقة ممكن تكون مفيدة لأنه الشعوب العربية مضغوطة بالنهاية من الحكام اللي 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 اللي, اللي أسقطوهم يعني ونزلوهم من عن كراسيون، فقالوا لك نستخدم هي الورقة ومنساوي سايكس بيكو اثنين. يعني الكاتب لفت بأنه لازم أو يجب أنه يكون في استذكار دائم أو استذكار ووعي دائم بأنه هناك طرف آخر يشارك في مجريات الربيع العربي أو الربيع أو مثل ما سمى الربيع الأوسطي. إذا بدنا نفوت على المقال طبعا من وجهة نظر الكاتب، لكن أنه التشبيه مدى التشبيه والاقتراب بأنه بصمات هناك بصمات قوية بصمات غربية بالضبط. نعم. التركي الفاشلة هي مشابهة للثورات العربية؟ لا طبعا، يعني الثورات اللي قامت فيها الشعوب تختلف نهائيا، يعني على العكس. يعني نحن قلنا بمقالات سابقة أن تركيا الآن تصنع التاريخ وتعلم. نعم. الحكام يعني. نعم. الشعب نزل ضد العسكرة، يعني ضد عسكرة وضد الانقلاب، ليس من أجل أردوغان ولا من أجل أي شخص آخر، لكن أنه بيعرف أنه خلص الجيش محله الثكنات العسكرية هون بجوات أنقرة أو بجوات أسطنبول أو بداخل تركيا، حياة مدنية، حياة ثقافية، سياسية، اجتماعية. العسكري بالثكنات أو العسكري للدفاع عن هاي الأرض أو الدفاع عن الكينونة واللي هي مؤلفة مثل ما قلنا من ثقافة المجتمع، من أفكار المجتمع، من بيئته، من حاضنته، من كل شيء. المهم بدنا نرجع على ما يقوله الكاتب أو اللي بيحاول يتطرق له الكاتب، بأنه بيقول لك أنه هناك سايكس بيكو جديد أو سايكس بيكو ثانٍ، أو ربما لما بيقول أنه هو ربيع أوسطي، أو ربما بيقول لك هو اتفاق أو استكمال. نعم. لفكرة سايكس بيكو الأولى. لكن بيقول لك أنه ليش ما كملت سايكس بيكو الأولى، ليش ما كملت بشكل تام؟ لأنه لم تكن هناك بيئة مواتية. لكن بيقول لك هلأ باعتقاده أنه البيئة مواتية نوعا ما. لكن يعني هل بتعتقد أنه ممكن يكون في اجتماع دولي كبير ما بين روسيا وأمريكا، ما بين الدول الأوروبية، ما بين كل واحد له مصلحة بأنه تتقسم المنطقة لخريطة جديدة أو تصبح خريطة غير اللي عهدناها نحن بعد اتفاقية سايكس بيكو؟ الشيء مختلف جدا، ما يحدث في سوريا مختلف، يعني الثورة السورية مختلفة جدا. يعني بتلاحظ قديش سوريا كانت أيام النظام ممر، عبارة عن ممر لكل هذه الدول اللي هلأ عم تحارب. نعم. موجودة اللي هلأ روسيا، أمريكا، الجميع، التحالف الدولي، سماء متعددة الجنسيات، على الأرض كمان ميليشيا متعددة الجنسيات حاليا. طبعا بتشوف الأخضر واليابس وبتشوف كتير يعني مهبة ودب في هذا البلد. ليش؟ لأنه الكل معتمد على نظام محاصصة، أنه أنا بدي هاي الحصة وأنا بدي هاي الحصة، يا أما ما حدا بياخدها وراح تضل الحرب مشتعلة. لكن من المعروف مثل ما قلنا أنه سوريا قامت بثورة على بشار الأسد. نعم. وعلى نظام حكم سوريا لمدة 50 سنة. القصة أكبر مما بيتخيل بشار الأسد إذا بفكر أنه والله رح يصير في تقسيم للمنطقة وكذا. فكرة أنه الشعب قام بمثقفيه، وقام بجهاله، قام بعلمائه، قام بمختلف أطيافه، بشيعته، بسنته، بمسيحيته، قام ضده. لكن مثل ما قلنا
يعني قام ضد هاي الكينونة اللي دائما تعتمد على الغاء الآخر وكأنه الآخر ليس له حقوق أو ما له أي شيء بسوريا. اللي بدنا نرجع له أيضا محاورة الانقلاب بتركيا أبدا لا تشابه الربيع العربي والثورات أبدا. البصمات اللي موجودة بالانقلاب بروسيا تحمل بصمات غربية يعني نعم. فعلا الأوروبيين مثل ما قلنا ما بدون أردوغان يعني ما بدون أردوغان وبدون طريق والروس بدون طريق كمان نعم. فما عندهم استعداد. أنه البعض بيقول أنه ارتكب خطأ لما أسقطت الطائرة وصارت تركيا أو عفوا دول الاتحاد الأوروبي أمام خط مواجهة مع روسيا وهي ما بدها هذا الشيء. فالأفضل عندها أنه طيح بأردوغان من أنه يضل. تركيا أو دول الأوروبية ما راح تسلم رقبتها للروس مرة تانية فمثل أيام زمان ما راح تسلم رقبتها للروس مرة تانية ولساتها بتخاف على مصالحها التجارية. يعني قلت لك هذا عالم بتحكم التجارة أكثر مما بيحكمه البشر. يعني فاصل ونرجع. مقالنا الثاني لليوم بحلقة اليوم هو مقال للكاتب أنطوان شلحت كان موجود على صحيفة العربي الجديد بعنوان عودة خاطفة إلى حرب تموز. اكتمال عقد على حرب تموز يوليو التي شنتها إسرائيل عام 2006 في لبنان هو مناسبة لاستعادة أبرز تداعياتها بشكل خاطف ولا سيما فيما يتعلق بعدة استنتاجات تم الخلوص إليها تحيل إلى حرب أخرى اندلعت بعدها وخصوصا في قطاع غزة بقدر ما تحيل إلى الزمان الراهن. أحد هذه الاستنتاجات وقد يكون أكثرها أهمية أشار أصحابه إلى أنه قبل هذه الحرب تمسك قادة الجيش وأصحاب القرار السياسي في إسرائيل بمفهوم تبين أنه خطأ إزاء مسألتين. أولا أنه لن تكون هناك حاجة لمقاتلة حزب الله على نطاق واسع في حال وقوع عمليات عسكرية في جنوب لبنان فستكون قصيرة ومحدودة. ثانيا إذا ظهرت مع ذلك حاجة إلى شن حرب كهذه سينجح الجيش الإسرائيلي خلال أيام معدودة في تحطيم هذه المنظمة وتفكيك قيادتها والتأدية إلى إنهاء الحرب بشروط مريحة لإسرائيل طبعا. يعني قبل ما يقول بشروط إسرائيلية طبعا بلاحظ يمكن أنه الكاتب وقف ألمه هنا شوي نوعا ما وبعدين أضاف ربما الجملة الأخيرة لما بيقول أنه خلال أيام معدودة ستتمكن من تحطيم هذه المنظومة وتفكيك قيادتها والتأدية إلى ماذا؟ إلى إنهاء الحرب. نعم. هذا دليل يعني دليل واضح أنه الجميع يعرف في 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 بي الكل بيعرف بنفسه من الداخل أنه دائما كانت أو دائما كان حزب الله هو السبب بحرب تموز وهو من دمر بيروت ودمر لبنان كله وبيقول لك انتصر على إسرائيل. وين الانتصار يعني؟ نحن ما شفنا الانتصار. أنا ما شفت والله إسرائيل اتدمرت يعني وين الانتصار؟ ما شفت ميليشيا حزب الله داخلة للانتصار إسرائيل الانتصار. مثلا أنا ما شفته هذا الشيء يعني ولا حدا حضره يعني نحن نعم. واعيين بوقت حرب تموز ب 2006 نعم. يعني أنه ما شفته دخل الانتصار هو كان بقتل الشعب اللبناني بالضبط بتهجير الشعب اللبناني بخطف لبنان نعم وبخطف لبنان. الانتصار كان طبعا للجهتين انتصار إسرائيلي إيراني يعني لا وحزب الله هو كان المنفذ لهذا الانتصار. شرد الشعب اللبناني وتم قصف جنوب لبنان بطريقة وحشية واجتياحه بطريقة وحشية ويعني وشفنا بال 2006 قديش عانوا أهل لبنان من هي الحرب اللي اختلق حزب الله قاصدا متعمدا لتدمير جنوب لبنان ولحتى يأرجي للعرب هو كمان أو يأرجي للي كان العالم اللي كانت ما بتحبه ورفعت صوره بوقتها بأنه هو مقاوم وهو يعني ضد إسرائيل وهو بده يرجع القدس. طب رجع القدس لحنا معنا رجع فلسطين ما رجعت فلسطين لحنا صرنا بال 2016 ولهلا ما رجعت فلسطين فانه يعني شو يعني هي الشماعه اللي دائما بيستخدموها الكل اذا بدنا نطلع شوي عن حزب الله الكل اللي بيستخدموا هي الشماعه بتحرير بانه هن بده يحرروا فلسطين وعلى الارض ما في شيء نهائيا.
يعني هي شماعة تولي المناصب والحكم مثل ما بيقولوا. بدنا نرجع لمسألة خطف لبنان وخطف القرار السياسي من لبنان اللي دائما كان ينتهجها حزب الله بسياساته حتى في مسألة الفراغ الرئاسي اللي موجود حاليا. نعم. دائما يعني مثل ما بيقولوا فوق ما أشركوه كمان، رغم أنه قتل لبنانيين بالمئات أكثر مما قتل مما قتلوا إسرائيلية، يمكن ما بعرف قديش نقتل من إسرائيل بحرب تموز، يعني اثنين ثلاثة وأسر يمكن اثنين أو ثلاثة. الله أكبر، يعني انتصار، يعني تعرف أنت بتحس أنه عن جد انتصار، ما شاء الله شو الانتصار اللي عليه القيمة اللي نص لبنان اتدمرت من وراء. يعني ما بعرف لقيمة هنن بدون يضلوا يضحكوا على الشعوب، لقيمة هنن مفكرين انه الشعب انت لاحظ، يعني انت لاحظ انه حزب الله ماخد الضاحية الجنوبية وكانها دويلة. نعم. وما انه مسؤول عن الباقي، هو مسؤول بس عن هاي الدويلة بطعمية. نعم. بشربها، بيعمل لها حواجز، بيمشي عليها اللي بده اياه، يعني مثل المدجنة. نعم. بيربي فيها وبيفرخ، بيربي فيها وبيفرخ، وبيبعت بهالإرهاب لهالعالم، لسوريا، لفلسطين، للبنان، لغيرها، للبنان نفسها. لبنان ما عم تتوحب من وراء هذا السرطان الموجود فيها. بالضبط، يعني خلينا نقول إجا فعلا هو عبارة عن سرطان وعم ينتشر. نعم. إذا ما وقفوا لبنانيين ضده أحسن ما أنه والله خلينا مبسوطين، يعني هاي الكلمة طولت. لكن قصة أنه في قصة أنا كنت بدي أحكي لك إياها قبل ما نكمل المقال. نعم. بتذكر أيام الاجتياح الإسرائيلي للبنان. نعم. كيف رموا عليه الرز. مم. يعني جماعة حزب الله وميليشياته وغيرها. نعم. فكيف رموا عليه الرز للجنود الإسرائيليين الفايتين، تصور لوين يعني. وبيقول لك هلا أنه نحن عم ندافع. لا، أنت ما عم تدافع، أنت فقط عم تدافع عن دويلة الصغيرة. هاي المناوشات أو ميليشيا حزب الله اللي هي عبارة عن قاعدة إيرانية موجودة بلبنان، هي فقط من أجل أنه يكل لإيران عدة نقاط بالعالم. نعم. تكسب من وراهن اتفاقات سياسية، اتفاقات اقتصادية، تكسب من وراهن يعني بما معناه. لهيك عم بتضخ مصاري وبتضخ إرهاب وبتضخ ميليشيات وبتجند وبتقيم وبتحط من أجل أنه على أساس يبقى القرار السياسي لإلها وأنها تكون دولة قوية أو محورية، وباعتقاده أنه سترأس العالم الإسلامي. هيك باعتقاد أو هذا ما كانت تطمح إليه إيران. دائما هي طامحة لهذا الشيء. نرجع بالضبط، نرجع للجنوب اللبناني، أو نرجع مو بس للجنوب، نرجع للبنان وخطف القرار السياسي اللي قلناه قبل شوي، حتى الفراغ الرئاسي بلبنان اللي كان دائما سببه حزب الله. نرجع لدائما أسباب أنه لبنان صارت عبارة عن جماعات غريبة، كل واحد بيمتلك قوة على جنب مسرح لقوائية، مسرح يعني لقوائية. الوضع مشابه للعراق حاليا إذا بتشوفه، يعني بس على أصغر. بالضبط، يعني نعم. رئيس ميليشيا النجباء يمكن وزير بيبي. نعم. وزير داخلية، يعني نعم. تصور لوين بتجي على لبنان، بتشوف حزب الله له قوى، فلان له قوى، فلان له قوى، وشي عضو بالبرلمان، شي وزير، شي كذا، كل واحد وراه جماعة مسلحة، يعني تصور لأي درجة. يعني حزب الله هو يعني هو الغول المخيف بلبنان، يعني دائما بيخافوا منه اللبنانيين، حتى إذا بدهم يحكوا كلام ضده ما بيسترجوا، يعني إلا طبعا كلاتنا بنعرف إنه الإعلام اللبناني حر، مو بس بيخافوا، لكن أنت بتشوف يعني إنه اللبنانيين بس عم يطلعوا عم يحكوا على القرار السياسي ما بتنجاب صيرته لحزب الله بنوبه، كأنه ما إله بالدولة شيء. نعم. وكأنه ما إنه داخل بالدولة بالعمق، يعني هو داخل ما هو داخل ومخلص ومسرطين جوا، وبيخرب على لبنانيين، وعلى إذا بده يصير حكومة لبنانية جد عليها القيمة، يعني اللي تكون قوية تاخد بأهداف وطموح الشعب اللبناني. لكن ما بيتجنبوا ذكره وكأنه دولة لحاله، وهن بيعرفوا، يعني هن بيعرفوا هو شكليا دولة، هو شكليا يعني دولة هو فقط عبارة قلت لك عن قاعدة إيرانية موجودة بلبنان. لكن أنه دائما السرطان أول ما بدك تشيله من أي جسد بدك تهيئ لهي العملية. نعم. وإن شاء الله هي العملية تهيئت بأنه فرض عقوبات عليه، وبدك تخلص، بدك تبدده أول شيء بشوية أدوية، وبعدين بتشيله بعملية استئصال، وإن شاء الله هذا رح يصير بالأيام الجاية. العملية بلشت
العملية بلشت يمكن. طيب التعليق لإلك قبل ما نطلع فاصل. العملية بلشت من أول ما بلشت الثورة السورية فبلشت هاي العملية اللي أنت عم تحكي عنها لاستئصال ممكن السرطانات الموجودة بالمنطقة. بفقرتنا الثالثة طبعا بحلقة اليوم هو مقال المركز العربي للأبحاث طبعا نشر بصحيفة العربي الجديد, وهو كان رح يكون أحد النقاط الأبرز بحلقتنا لليوم. نعم. طبعا المقال هو بعنوان الوضع الميداني والانعكاسات المحتملة للتنسيق الروسي الأمريكي في سوريا. طبعا التنسيق الأمريكي الروسي في سوريا كان بلقاء ما بين جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وسيرجي لافروف للاتفاق حول مسودة قرار أو مسودة اتفاق في سوريا. بيقول هذا المقال أنه تمكنت قوات النظام خلال الأسابيع القليلة الماضية مدعومة بحلفائها الروس والإيرانيين من تحقيق تقدم على أكثر من جبهة ضد قوات المعارضة السورية, وترافق هذا التصعيد الميداني من أجل تغيير الوقائع على الأرض مع حركة دبلوماسية أمريكية كثيفة باتجاه موسكو للتوصل إلى اتفاق للتنسيق العسكري والأمني مع روسيا في سوريا, وذلك في إطار تحضيرات أمريكية واسعة لتوجيه ضربة كبيرة لتنظيم الدولة الإسلامية تشمل سوريا والعراق قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما. في أبرز التطورات الميدانية في هذا المقال حصار على الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب وقطع طرق إمدادها مع تركيا وإعادة السيطرة على المعابر, الإسناد الجوي, الإسناد البشري المعتمد على الدعم الإيراني, تركيز الاهتمام الدولي الأمريكي تحديدا على محاربة الإرهاب, انحسار فرص أي تدخل تركي لمصلحة المعارضة في ضوء المصالحة الأخيرة بين موسكو وأنقرة وانشغال تركيا في ترتيب أوضاعها الداخلية. طبعا برجع وبيقول ولإنجاز حصار حلب شنت قوات النظام وميليشيا حزب الله اللبنانية في مطلع يوليو تموز عام 2016 هجوما تمكنت من خلاله من السيطرة على شريط من الأرض مكنها من الإشراف ناريا على طريق الكاستيلو. إذا بدنا ننتقل للتحليل الآخر بهذا المقال اللي هو عبارة عن مقال بحثي بيقول طبعا هذا المقال فيما يخص الاتفاق الروسي الأمريكي وانعكاساته, بيقول لك وفقا للمسودة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست وحملها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري معه إلى موسكو, تسعى إدارة أوباما إلى التوصل إلى اتفاق مع روسيا لتنسيق عملياتها العسكرية لضرب جبهة النصرة وتنظيم الدولة ويطلق عليها اسم مجموعة التنفيذ المشتركة ومركزها, وأيضا تقوم بالتالي من بين مهمات عديدة بالآتي: وضع خريطة مشتركة للأراضي مع التركيز على مناطق تمركز تشكيلات جبهة النصرة وتشمل المناطق القريبة, تبادل معلومات استخباراتية, تعاون لتحديد الأهداف التي يمكن ضربها جوا, وبعد الاتفاق على مجموعة الأهداف الدولية يتم البدء بصورة متزامنة بما يلي, ورح نقرأهم هدول بعد ما نعلق على ما قرأناه. طبعا بيقول لك أنه تتزايد حاليا, هلأ بتتزايد, عم تتزايد الاحتمالات لتقويض المعارضة محاولة تصفية القضية السورية خصوصا مع استمرار روسيا بتطويع الصراع بسوريا لخدمة مصالحها اللي هي سياسية وجغرافية يعني جيوسياسية, واللي تبدو وثيقة مثل ما قلنا وكانت دائما وثيقة بصلتها ببقاء النظام على مدى طويل, وهذا برز من خلال تدخلها بناء قواعد عسكرية بسوريا, سحب جزء أو جزء من قواتها وإعادته إلى روسيا لأنها ليش؟ لأنها عرفت أنه الحرب طويلة, فالحرب حتى لاحظ طريقة الحرب اللي عم تخوضها روسيا بسوريا ليست بس فقط حرب جوية, سياسات حربية نحن ما بنعرف كتير بالاستراتيجية الحربية, بس لكن ضمن خطط معينة لاستعادة مناطق وليس محاربة تنظيم الدولة أو من أجل أنه تحمي مصالحها روسيا, لا, هي تعتقد أو توقن بأنه لن يحفظ لها مصالحها غير نظام معين وتريد الأبقاء عليه.
ما بدأ بالضبط يعني راح تدفع الغالي والتمين يعني حتى داعش هي عم تحفظ يعني عم تحفظ مثل ما بيقولوا أهداف روسيا بالمنطقة والكل بالمنطقة، لأنه بالنهاية المتضرر الرئيسي هو الشعب السوري، لأنه بالنهاية لما نحن إذا بدنا نجي نحكي إنهم عم بيضربوا الإرهاب وبطلعات جوية أيا كان بطلعات جوية إنهم عم بيقصفوا داعش تنظيم الدولة، بس إنهم بالنهاية كمان في شعب عم بينقصف. هلا الاتفاق فشو هي يعني بالضبط. السؤال اللي بيطرح حاله هون، طب شو وضع الشعب السوري هون؟ انتوا شو عم تعملوا؟ هلا في 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 قبل ما ننتقل لهذا الشيء، في ملاحظات على 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 الاتفاق او المسوده اللي ده. اول شيء المسوده اللي بتحسها كلها ثغرات، واهمها كان اهم شيء فيها هي تشويه مبدأ الثورة السورية، تشويه مبدأ أنه الشعب يطالب بحقوقه ويطالب بإسقاط النظام، أكثر من شيء اسمه صراع في سوريا. نعم. لكن القصة قصة هي تشويه لمبادئ الثورة في سوريا عبر أنه والله نحن موجودين هون لنحارب الإرهاب فقط، وبالتركيز على نتائجه اللي هي مثل ما قلنا الإرهاب، ومثل ما بيقولوا آليات اللي عم يستخدموها إذا لاحظت حتى بالمسودة اللي عم يشوفوها هي آليات لضرب جماعات معينة. يعني أول شيء مثلا راح يبلشوا بجبهة النصرة، بدل ما يحاربوا تنظيم الدولة أول شيء، بعدين راح ينتقلوا لفصائل الثوار وراح يقسموها على كيفهم لفصائل، وعملت هذا الشيء روسيا من قبل طبعا على أرض الواقع، في شيء بالضبط لفصائل معتدلة ومتشددة وإرهابية. وهذا الشيء راح يصير مستقبلا حتى. مستمعينا وصلنا لنهاية الحلقة، كان عنوان حلقة اليوم البيئة أو روسيا وحلم الشرق الأوسط. حكينا بعدة فقرات، كان معنا بالهندسة الإذاعية مهند القصوص، بالإعداد والتقديم هادي أحمد وعبد الجليل جزماتي. إلى اللقاء. ولك أنا ما قلت لكم مليون مرة اقروا ما تحلقوا، نحنا ما دخلنا راديو أوريانت بترد الروح.